مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ طلعوا شو حاملة بإيدي. حاملة بإيدي أقلام ملونة، لون الأصفر، لون الأزرق، لون الأحمر، لون البنفسجي، واللون الأخضر. بدكن تعرفوا ليه؟ ما إلكن إلا أنه تتابعوا الحلقة. بس قبل ما نبدأ حصتنا خلونا نستمع للأغنية. تعلمت الحروف ورسمت الأشكال، فهمت الألفاظ وركبت الجمل. تعلمت الحروف ورسمت الأشكال، فهمت الألفاظ وركبت الجمل. دفتري تزين ألوانا ورسمت الأشياء، وها أنا الآن في الصف الثاني، أقرأ وأكتب وأميز الألوان. تعلمت الحروف ورسمت الأشكال، فهمت الألفاظ وركبت الجمل. جاهزين؟ حاضرين؟ هلأ بدكم تسمعوا قصة عن صبي اسمه أمين، عم بحضر حاله لأول يوم مدرسة. ونقرأ النص سوا. من الصف الأول إلى الصف الثاني. إذن من الصف الأول إلى الصف الثاني. اسمي أمين. شو اسم الصبي؟ أمين. عمري 7 سنوات. أمين عمره 7 سنين. اسمي أمين، عمري 7 سنوات. كنت في الصف الأول. بأي صف كان أمين؟ بالصف الأول. وعم بخبرنا صرت في الصف الثاني. بأي صف صار؟ بالصف الثاني. غدا أول يوم في المدرسة. عم بخبرنا أمين إنه بكرة بيكون أول نهار لإله بالمدرسة. شو أقولكن؟ حضر حاله منيح؟ هلأ منشوف. جهزت حقيبتي. شو خبرنا؟ حضر شنطة، الحقيبة اللي بحط فيها الكتب، الدفاتر والأقلام. ووضعت فيها كتباً ودفاتر ومقلمة. شو حط فيها للشنطة؟ حط فيها الكتب، الدفاتر والمقلمة. بالمقلمة شو لازم يحط؟ الأقلام والممحات والمبرد. عم بخبرنا أمين شو حط بمقلمته؟ في مقلمتي أقلام ملونة. في مقلمتي أقلام ملونة. إذن شو حط بالمقلمة؟ عدة أقلام ملونة. شفتوا ليه أنا بدأت الحلقة بالأقلام الملونة بإيدي؟ أحمر، أزرق، أصفر، أخضر، ومبرات زرقاء.
وممحاة بنفسجية ومسطرة. إذن شو حط بالمقلمة أمين؟ حط كل اللي بيحتاج له من أقلام ملونة مثل لون الأحمر، الأزرق، الأصفر، الأخضر، وحط مبراية شو لونها؟ أزرق، وممحاة بنفسجية ومسطرة. مسطرة ما إلها لون، يعني شفافة. أحب مدرستي ففيها نرسم ونلعب نقرأ ونكتب. شو عم بخبرنا أمين؟ إنه أمين بحب مدرسته. ليه؟ لأنه بالمدرسة بيرسم، بيكتب، بيلعب وبيقرأ، مثله مثل كل الولاد، حتى بس يصير كبير يقدر يعمل كل اللي بيتمنيه. يعني إذا بده يصير طبيب بالمستقبل لازم يكون شاطر بالمدرسة ويدرس كتير منيح ويحضر حاله للمدرسة دايما. إذا بده يكون أستاذ شو لازم؟ لازم يشد حاله وتكون معلوماته كتير واسعة، يعني كل شي بيتعلمه هو صغير لازم يستفيد منه ويحطه براسه ليكبر. وهيك إذا بده يعمل مهندس، طبيب، أستاذ، شو ما بده يعمل لازم يدرس منيح. نرجع منعيد النص لنفهمه منيح. من الصف الأول إلى الصف الثاني. عن مين عم نحكي؟ عن أمين. اسمي أمين، عمري 7 سنوات. كنت في الصف الأول، صرت في الصف الثاني. غدا أول يوم في المدرسة، جهزت حقيبتي ووضعت فيها كتبا ودفاتر ومقلمة. في مقلمتي أقلام ملونة، أحمر، أزرق، أصفر، أخضر، ومبراة زرقاء، وممحاة بنفسجية، ومسطرة. أحب مدرستي ففيها نرسم ونلعب نقرأ ونكتب. وهلأ من بعد ما قرينا النص منيح وفهمناه، بدي اياكم تفتحوا عينيكم منيح ودينيكم وتركزوا على هالشريط المصور اللي بدكم تشاهدوا، لأنه بدي أطرح عليكم أسئلة، فانتبهوا منيح. من الصف الأول إلى الصف الثاني. اسمي أمين، عمري 7 سنوات. كنت في الصف الأول، صرت في الصف الثاني. غدا أول يوم في المدرسة، جهزت حقيبتي ووضعت فيها كتبا ودفاتر ومقلمة. في مقلمتي أقلام ملونة، أحمر، أزرق، أصفر، أخضر، ومبراة زرقاء، وممحاة بنفسجية، ومسطرة.
أحب مدرستي، ففيها نرسم ونلعب، نقرأ ونكتب. ركزتوا منيح على الشريط المصور؟ سمعتوا منيح الناس؟ فتحتوا عينيكم مثل ما اتفقنا؟ وعينيكم؟ يلا هلا جهزوا لحالكم تتجاوبوا على هالأسئلة. السؤال الأول، ما اسم هذا الصبي؟ شو اسمه؟ تذكرتوا منيح؟ اسمه أمين. اسمه أمين. إذن اسمه أمين. كم عمره؟ قديه عمره أمين؟ تذكروا منيح، أنا بقول 5 سنين. 5؟ لا، قديه عمره؟ عمره 7 سنوات. عمره 7 سنوات. ماذا وضع في حقيبته؟ شو حط بالشنطة؟ تذكروا منيح، أنا بقول حط بالشنطة دفاتر بس. لا، تذكروا ركزوا منيح، ماذا وضع في حقيبته؟ وضع في حقيبته كتباً. وشو كمان بتحطوا أنتو؟ ودفاتر. إذن ماذا وضع في حقيبته؟ كتباً ودفاتر. وشو بعد ناقص؟ مقلمة تيكتب بالأقلام. إذن وضع في حقيبته كتباً ودفاتر ومقلمة. ماذا يوجد في مقلمته؟ أقولكم شو منحط نحن بالمقلمة؟ أكيد منحط أقلام. وشو كمان؟ يلا تذكروا شو قالوا لنا بالنص. ماذا يوجد في مقلمته؟ تذكروا بداية الحلقة فرجيتكم أنا أقلام ملونة. إذن في مقلمته شو أقولكم حط بالمقلمة؟ أقلام ملونة. في مقلمته أقلام ملونة. من أي ألوان؟ تتذكروا؟ أنا بتذكر الأحمر. أحمر. وشو كمان؟ أحمر وأزرق. وأزرق وأصفر. برافو، أصفر. وبقى عنا لون واحد يلي هو الأخضر. إذن وضع في مقلمته أقلاماً ملونة من اللون الأحمر، الأزرق، الأصفر والأخضر. وهلأ يلي انتبه منيح دغري رح يعرف يجاوب على السؤال. ما لون الممحاة؟ شو لون المحاة اللي استعملها؟ أنا بقول لونها أزرق. أقولكم أزرق؟ الممحاة شو كان لونها؟ كان لونها بنفسجي. إذن لون الممحاة بنفسجي. والمبرات
شو كان لونها؟ بتتذكروا منيح؟ أصفر؟ لا، شو كان لونها الممحات؟ هيدا اللون كتير بحبه أنا، بتعرفوا شو هو؟ لون الأزرق. إذن والمبرات لونها أزرق، والمبرات لونها أزرق. إذن الممحات كان لونها بنفسجي ولون المبرات كان أزرق. ماذا يفعل أمين في المدرسة؟ شو قولكم بيعمل أمين بالمدرسة؟ شو خبرنا بتتذكروا؟ أنا بتذكر إنه قالنا بيلعب، بيدرس، وكمان شو بيعمل؟ بيكتب، وبالآخر شو خبرنا؟ بيرسم. إذن ماذا يفعل أمين في المدرسة؟ أمين يدرس ويكتب، وشو كمان؟ ويلعب، وشو خبرنا؟ إنه بيرسم ويرسم. إذن ماذا يفعل أمين في المدرسة؟ أمين يدرس ويكتب ويلعب ويرسم. وهيك منكون أنهينا هالأجوبة عن هالأسئلة. أما هلأ فأوعى تروحوا لمطرح، خلوكن معي لنتابع الحلقة. وهلأ شوفوا معي هالصور على هالشاشة وانتو خبروني لون كل صورة. أول صورة معنا شو هي؟ شوفوا منيح، صورة تفاحة. شو لونها؟ تفاحة حمراء، تفاحة حمراء. الصورة اللي بعدها طلعوا منيح، شو فيها هالصورة؟ فيها تينة. شو لونها؟ طلعوا منيح، تينة خضراء. إذن شو لونها التينة؟ تينة خضراء. وهلأ شو شايفين؟ شايفين جزرة. شو لونها؟ جزرة برتقالية، جزرة برتقالية. عيدوا معي الألوان، تفاحة حمراء، تينة خضراء، وجزرة برتقالية. وهلأ ما تروحوا لمطرح لأنه بدنا نتابع مع التمرين التالي. حقيبة. مدرسة. كتب. دفاتر. بعد ما شفنا التفاحة الحمراء والتينة الخضراء والجزرة البرتقالية رح نتابع سوا مع هالتمرين التالي. أملأ الفراغ بالكلمات التالية، شو هن هالكلمات؟ صفراء، أحمر، زرقاء. يلا نبدأ مع أول كلمة، قلمي. صفراء منقول أو أحمر أو زرقاء، شو قولكم؟ أكيد قلمي أحمر. مبراتي زرقاء أم صفراء؟ مبراتي
أنا مبراتي زرقاء وإنتو شو لونا المبراية تبعيتكم؟ إذن مبراتي زرقاء. ممحاتي شو لونا ممحاتي؟ صفراء. وممحاتي صفراء اللون. وهلأ حطيتلكن أنا على اللوح مربع، أو فينا نعتبره رسم عن حقيبة، وإنتو بدكن تخبروني شو منحط بهالحقيبة. يلا منتذكر سوا، ماذا نضع في الحقيبة؟ أول شي منحطه المقلمة، نكتب مقلمة. وشو كمان منحط بالحقيبة؟ لما نروح على المدرسة شو لازم نحط معنا؟ كتب. كتب، المقلمة، الكتب، وشو كمان؟ تتذكروا منيح شو حط بشنطته أمين؟ دفاتر. دفاتر. وشو كمان فينا نحط بالحقيبة وأكتر شي بالمقلمة؟ شو منحط؟ منحط أقلام. منحط الأقلام. وشو كمان فينا نحط بالمقلمة؟ تذكروا منيح، ممحات. ممحات. وكمان بالمقلمة ماذا نضع؟ مبرات. مبرات. ولشو منحتاج كمان؟ لنسطر لحتى تكون ورقتنا مرتبة، مسطرة. مسطرة. إذن هيدي هي كل حاجياتنا لنحطها بالحقيبة المدرسية. وهلأ عندي لإلكن مفاجأة كتير حلوة، واللي هي حزورة. شو بتقول هالحزورة؟ بتقول الشعر، الشعر أملس، أملس أو أجلس أو أسلس. اسمعوا منيح، الشعر أملس أو أجلس أو أسلس. ناطرة جوابكن على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. وأنا هلأ بودعكن للحلقة المقبلة. إلى اللقاء. يبدأ الشتاء بأمطار تملأ الآبار، لكي يأتي الربيع ونسقي الورود والأزهار، ليأتي الصيف وتنضج الفواكه والثمار، لننتهي بالخريف بعواصف تأخذ أوراق الأشجار. شكرا لك أيها العام على الفصول الأربعة. مرحبا يا أصحابي، حماسين تعرفوا شو اختبارنا اليوم؟ لقوني بعد لحظات. اليوم كان في كتير شوب، كنت محتار شو في مشروب بقدر أعمله يكون شوي طيب وغريب،
وانتو بتعرفوني انا ما بحب قصص العادية. قلت لنشوف لنيدي نعمل اختبارنا اليوم. نحن بحاجة لكباية، حامض، مي، صودا الخبز، سكر وتلج. هات لنبلش يا أصحابي. أول شي بدنا نعمله بدنا ناخد الحامض ونحطه بقلب الكباية تبعنا مثل ما شايفين. من بعد ما نعمل هيك بدنا نحط تقريبا ملعتين أو ثلاث ملاقع سكر مثل ما أنتو بتحبوها. ومنخلطهم شوي. ومن بعد ما نعمل هيك يا أصحابي بدنا نجيب صودا الخبز ونحط ملعقة صغيرة. وهلأ بدنا نجيب المي ونحطه بقلب الكباية. وهلأ صار عنا مشروب يا أصحابي. فضل إنه بس نحط شوية تلج ليبورد المشروب. لاحظتوا كل التفقعات اللي عم يجوا أو البابلز؟ أنا رح أشرب هلأ المشروب تبعي. هات لأفسركن شو صار. الحامض يلي فيها أسيد يلي مثل المشروبات الغازية بس صحي أكتر عمل تفاعل كتير كبير بس حطينا صودا الخبز، مشان هيك صار عنا كل هالتفقعات وصار عنا الفيزي درينك. فيكن تعملوا هالمشروب عندكم بالبيت وبتشربوها كمان. وأنا انبسطت كتير معكم بهالاختبار. بلاقيكم بحلقة جديدة من أوبس. Good day, my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ I am feeling good. أنا اليوم ماني مريضة، كتير مرتاحة. I am excited. وكمان كتير محمسة حتى أتعلم أشياء جديدة. Are you excited؟ هل أنتو كمان محمسين؟ اليوم بدنا نتعلم كلمات كمان جديدة وبدنا نعمل exercises. وهلأ بدنا نسمع لأغنية كتير حلوة عن العائلة. Are you ready? خلينا نسمعها وأنا برجع لكم بعد شوي. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. Love is caring, as you can see. It's helping and sharing, sharing for free. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. Care for each other, and we care for you too. You too. أصدقائي حبيتوا الأغنية؟ عن شو بتحكي؟ عن العائلة، the family. كتير مهمة العائلة. حبيتوها؟ أنا كتير حبيتها وبدي أحفظها للأغنية. بس كمان بدي ارجع اتذكر بعض الكلمات يلي تهجيناهم بالحلقات السابقه. Are you ready؟ تتذكروا ساره؟ تعالوا نشوف شو صار مع صديقتنا ساره. Which part of your body؟ في عنا 20 words عملنا لهم سيركل هيدي كل مره، وهلا بدنا نرجع نتهجيهم مع النص كله. جاهزين؟ خلينا نبلش. Yesterday. Yesterday يعني الأمس. Morning. Yesterday morning يعني امبارح صباحا. Sarah woke up. You هون لفظت أ مثل umbrella. The short sound أ up. Sarah woke up sick. Sick. سي والكي لفظناهن هون ك. Sick. Yesterday morning, Sarah woke up
نفسك؟ شو صار امبارح الصبح؟ سارة استيقظت مريضة. شي تتذكروا شي؟ I, you, he, she. She thought. تتذكروا شو قلنا عن thought؟ It's a special word. يعني كلمة مميزة. بدنا ننتبه كيف عم نلفظ الأحرف فيها. ث قلنا نحنا. هودي كلهم ملفظون أو أو ث أو thought thought she thought فكرت she had a cold she thought she had a cold فكرت هي إنه عندها رشح مرشحة أو عندها زكام but she didn't but she didn't she thought she had a cold but she didn't بس ما كان عندها she thought نفس الشيء she had a fever تتذكروا قلنا fever is a special word كلمة مميزة أول إيه بالفظة إيه تاني إيه بالفظة أه fever she thought she had a fever but she didn't شو يعني fever؟ الحمى فكرت بالأول إنه هي مرشحة أو عندها زكام but she didn't ما كان عندها زكام she thought she had a fever فكرت عندها الحمى بس كمان ما طلع عندها she thought إلا نحن هول كلهم ملفظون أو thought she had the stomach the stomach flu قولوا من وراي flu she thought she had the stomach flu شو يعني stomach flu؟ بتعرفوا لما يفوت فيروس على بطننا أو على المعدة تبعنا ونصير نستفرغ ونراجع شو بيصير معنا؟ ببلش الوجع كمان يزيد بيكون عنا فيروس منقول stomach flu she thought she had the stomach إلا نحنا بستومك C والH ما منلفظون تش منلفظون ك stomach flu but she didn't but she didn't كمان ما عندها مشكلة بالمعدة شو معقول تكون المشكلة؟ تعالوا نكمل قراي سارز سارة مع اس سارز مام decided تهجيناها قبل قسمناها ل 3 parts سارز مام decided to take silent e كأنها مش موجودة take هون شو عندي أنا؟ The kicking K. Sarah's mom decided to take Sarah to the doctor. تتذكروا؟ إلنا سي بي دكتور نلفظها ك. Doctor. طبيب. فإذا Sarah's mom إما لسارة شو قررت؟ قررت to take Sarah to the doctor. قررت تاخذها عند الطبيب حتى تشوف ليه سارة مريضة she helped سارة put on warm تتذكروا قلنا warm it's a special word الA بالفظة O warm want كمان warm clothes قلنا هون TH لفظناها ذ قولوا معي clothes كأنه الإي مش موجودة هون دغري بلفظ S clothes she helped Sarah put on warm clothes يعني ساعدت سارة لحتى تلبس put on يعني تلبس warm clothes تياب بتدفي يعني سميكة بتدفي
ليه لفظت الـ AO هون؟ لأنه في وراها دبل L مثل all. لما أقول أنا الجميع all، الـ A بلفظها O، في وراها 2L دبل L. ف all fall يعني الخريف. ه أ هاد هاد arrived arrived fall had arrived. أي فصل؟ أي فصل هني كانوا؟ كانوا بفصل خريف. عنا fall خريف، عنا ربيع spring، summer صيف، وشتي winter. هني بالfall. fall had arrived and it و a was was و in windy. هون الواي اي windy. fall had arrived يعني وصل الخريف. and it was windy كان الطقس عاصف. تتذكروا windy يعني في عواصف. snowy في ثلوج، rainy في امطار، sunny يعني الشمس مشرقة. تذكرتوهم؟ excellent. was windy out او يو هون لفظناها او out side side silent e كأنها مش موجودة. outside fall had arrived and it was windy outside. وبالخارج كان الطقس عاصف. she didn't هوني special word كلمة مميزة بلفظ الـ A فيها O. won't she didn't want Sarah to feel cold. ما كان بدها سارة تحس بالسقع أو تبرد. كرمال هيك عطتها warm clothes. منكمل آخر جملتين. Sarah وهقى was to عنا 2 O و عملوا معي 2 O و ت و to tie ت I ت tired tired يعني تعبانة. Sarah was too tired كانت كتير متعبة. was too tired to move هيدي silent E كأنها مش موجودة. move Sarah was too tired to move كانت كتير تعبانة مش قادرة تتحرك. Sarah's mom had to help Sarah move silent E her arms A the letter A مثل A short sound مش A طويل الصوت الطويل short sound arms and legs. فإذا Sarah's mom had to help Sarah كان عليها إنه تساعد على سارة move her arms and legs حتى تحرك إيديها وإجريها. arms arm يعني ذراع ما كانت عم تقدر تحركهم. إجريها الرجل leg كمان ما قدرت تحركهم. ليه؟ لأنها مريضة. أصدقائي شفتوا كيف تهجينا الكلمات؟ تذكروا كان عنا special words كلمات مميزة لفصنا الأي فيهم أو مثل warm مثل want. وعنا thought كمان special word لفصت الأو واليو والجي والإتش أو thought thought. عندي fever special word عندي الإي بالأول تاني وحدة لفصتها أ fever. stomach special word C والH بدل ما أقول تش قلت ك stomach. فإذا حبيتوا القصة؟ أنا عندي بعض الأسئلة على القصة بس قبل رح أرجع أقراها على السريع ونتذكرها أنا وياكم مع بعض. جاهزين؟ خلينا نبلش. yesterday morning يعني امبارح صباحا Sarah woke up sick استيقظت وهي مريضة. She thought she had a cold فكرت إنها هي مرشحة أو مع زكام. But she didn't بس ما كان هيدا المرض. She thought she had a fever ف
فكرت إنه عندها الحمى. But she didn't. She thought she had the stomach flu. فكرت إنه عندها بمعدتها التهاب وفيروس عم بخليها تتضايق وتتوجع. But she didn't. ما كان عندها لا cold ولا fever ولا stomach flu. Sarah's mom decided to take Sarah to the doctor. قررت إمها تاخذها عند الطبيب. She helped Sarah put on warm clothes. ساعدت سارة حتى تلبس تياب بتدفى. Fall had arrived. وصل الخريف. And it was windy outside. كيف كان الطقس برا؟ Windy. عاصف. She didn't want Sarah to feel cold. ما كان بدها سارة تشعر بالبرد. Sarah was too tired to move. كانت سارة كتير تعبانة ما عم تقدر تتحرك. Sarah's mom had to help Sarah move her arms and legs. كانت إمها عم تساعدها لحتى تحرك إجريها الذراع تبعها. Sarah liked going to Dr. Waleed's office. كانت تحب سارة تروح عند الطبيب؟ Yes, Sarah liked going to Dr. Waleed's office. He first listened to Sarah's heartbeat. شو يعني heartbeat؟ نبض القلب. أول شي شو عمل؟ حط سماعات وجرب يسمع لنبض قلبها. He put his hand on Sarah's forehead. حط إيده على جبينها لسارة. You don't have a fever, he said. أنت ما عندك الحمى، ما في عليها حرارة. Let's see which part of your body is hurting. ألا خلينا نشوف أي جزء من جسمك عم يوجعك. Is it your throat? asked Dr. Waleed. Sarah answered, No, ما عم يوجع من هون، ما عم يوجع حلقة. How about your stomach? معقول تكون معدتك؟ tried Dr. Waleed. No, answered Sarah. لا. Your shoulders? Or elbows? الكوع، elbow. كمان ما كانوا عم يوجعوها. Your knees? Your knees or feet أو أقدامها. Went on Dr. Waleed. عم بجرب يكتشف وين عم تتوجع. فإذا ما عندها وجع لا بالنيز يعني بالركب تبعها ولا بالفيت. Not a bit قالت له سارة ولا شوي. Let's check your ears now. قرب بده يشوف إذا الوجع بدينيا. Ouch, ouch, cried Sarah. صرت تصرخ سارة. Finally we got it. عارف شو المشكلة دكتور وليد؟ المشكلة وين؟ بدينيا. هلأ عندي أنا طلعوا على البورد، عندي تمرين بدنا نعمله على السريع. في عندي جمل بدنا نقول إذا صح أو غلط. True صح أو false غلط. See if each statement is true or false. Sarah did not have the stomach flu. ما كان عندها التهاب بالمعدة، صح أو غلط؟ صح، كان عندها مشكلة بدينيا، فإذا this is true، حطي. Sarah put on her clothes by herself، لبست لحالها. False، إما ساعدتها ما كانت عم تقدر تتحرك، فإذا false. It was not winter، ما كان الشتاء. صح، أي فصل كانوا؟ Fall had arrived. فإذا true، ما كان فصل الشتاء. Sarah liked going to Dr. Waleed's clinic. كانت تحب تروح عند الطبيب. صح، true. Sarah's elbows hurt. الكوع تبع سارة كانوا عم يوجعوها. False، شو كان عم يوجعها؟ Her ears. Sarah's ears hurt. True، كانوا دينايا عم يوجعوها. أصدقائي، إن شاء الله تكونوا ركزتوا على الكلمات اللي قريناهن ودربتوا عليهم منيح. خلونا هلأ مع بعض نحضر الفيديو مرة جديدة حتى نسمع كيف عم ينلفظوا الكلمات. أنا برجع لكم بعد شوي. Which part of your body
Yesterday morning, Sarah woke up sick. She thought she had a cold, but she didn't. She thought she had a fever, but she didn't. She thought she had the stomach flu, but she didn't. Sarah's mom decided to take Sarah to the doctor. She helped Sarah put on warm clothes. Fall had arrived, and it was windy outside. She didn't want Sarah to feel cold. Sarah was too tired to move. Sarah's mom had to help Sarah move her arms and legs. Sarah liked going to Dr. Waleed's office. He first listened to Sarah's heartbeat. He put his hand on Sarah's forehead. "You don't have a fever. Let's see which part of your body is hurting. Is it your throat? No. How about your stomach? No. Your shoulders or elbows? Your knees or feet? Not a bit. Let's check your ears now. Ouch! Ouch! Finally, we got it. أصدقائي، إذا نحن وعم نقرأ شفنا بقلب الجملة كلمة ما منعرف معناتها. كيف منقدر نكتشف معناتها؟ بتعرفوا كيف؟ رح أعلمكن هلأ كيف منجرب نكتشف المعنى حتى لو ما منعرفه. طلعوا بهيدا التمرين على اللوح. Choose the best meaning. أنا بكل جملة في عندي كلمة ما بعرف معناتها، رح حط أنا تحتها سطر، وعندي بآخر الجملة two options، عندي خيارين بدي جرب اختار بيناتهم أي المعنى الصحيح، بس بدي جرب أنا أحزر المعنى من خلال الجملة. شوفوا كيف. أول جملة بتقول Now we are young، يعني هلأ نحن صغار أو يافعين. When we grow up، لما منكبر، We will be adults، رح نكون adults. شو يعني adults؟ في عندي two options، teachers، معلمات. الأوبشن الثاني grown ups، يعني راشدين. شو رأيكم؟ أيها بتزبط أكثر؟ السر هو إنه تشوفوا معنات الجملة وتجربوا من معنات الجملة تحذروا أي أوبشن هو الصح. عم قول أنا إنه نحن هلأ صغار أو يافعين، لما نكبر شو منصير؟ كلنا منصير معلمات أو كلنا منصير راشدين؟ راشدين، grown ups. فإذا الجواب الصحيح هو grown ups. شفتوا كيف من وراء معنى الجملة قدرت أحذر معنات adults؟ فإذا adults معناتها grown ups. تاني جملة، سارة does many chores to help her mom، يعني سارة بتعمل كتير chores. ما رح قلكم شو معناتها، to help her mom، تتساعد امها. شو يعني chores؟
small tasks يعني مهمات صغيرة أو troubles مشاكل. شو بتعمل سارة لتساعد أمها؟ معقول بتعمل مشاكل؟ أكيد لا. small tasks يعني مهام صغيرة. chores معناتها small tasks. بعمل circle أنا على small tasks. فإذاً adults يعني grown ups, chores يعني small tasks. منكمل. Sarah giggled when I joked. giggled لما أنا نكتت أو قلت نكتة مزحت. شو يعني giggled؟ laughed ضحكت أو cried بكت. أيها قولكم صح؟ أنا لما نكت أو أمزح تضحك سارة أو بتبكي؟ تضحك. فإذا giggled معناتها laughed مش cried. laughed not cried. فإذا أصدقائي adults يعني grown ups, chores يعني small tasks مهام صغيرة, adults راشدين, grown ups giggled laughed. giggled يعني ضحكت. ما تنسون استخدمت أنا أصدقائي المعنى من قلب الجملة. جربت أفهم شو معنات الجملة وبهالطريقة استنتجت معنات الكلمة يلي ما بعرفها. هلا أصدقائي قبل ما نختم الفقرة تبعنا تعالوا نتذكر our body parts. head, forehead جبين, eye العين, nose أنف, ear الأذن, tooth سن, mouth الفم, neck الرقبة, chest الصدر, shoulders أكتاف, elbow كوع, arm ذراع, finger الأصابع تبعنا fingers, hand يد, knee يعني الركبة, leg رجل, foot قدم, أنكل يلي هو الكاحل أو كعبنا. ما تنسون أصدقائي دايماً تدربوا عليهم وقفوا بالبيت وبلشوا head, forehead, stomach. تذكروا كل الأعضاء. أنا هلأ بدي وقف, بدي خليكن اترككن لحالكن ترجعوا تعملوا مراجعة وتتذكروا كل شي تعلمنا اليوم. بدي ودعكن وشوفكن بالحلقة المقبلة. ما تنسوا تتابعونا على صفحة الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. ودعكم شوفكم بالحلقة المقبلة. باي. forehead leg elbow knees toes feet Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. Love is caring, as you can see. It's helping and sharing, sharing for free. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. You too.
باي لكل أصحابنا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حلقة جديدة من يوميات نور أو نورز دايري. بس بالأول خلينا نشوف شو سؤال حلقتنا لليوم. Do you know who the fastest reader in the world is? إذا عبالكن تعرفوا من أسرع قارئ بالعالم لازم تتابعونا لآخر الحلقة. تعودنا نشوف نور عم تعمل عادات سيئة، أو لكون تعلمت نور من أخطائها. خلينا نشوف سوا هالفيديو. نور is playing with her friends. And then she leaves them to clean her room and read a book. مثل ما شفنا بالفيديو، نور كانت عم تلعب برات البيت وبعدين بتقرر تفوت وتنظف غرفتها. بالحلقات السابقة كنا تابعنا بعض العادات السيئة اللي كانت عم تعملها نور. اليوم نور تصرفت بطريقة صح وعلمتنا بعض العادات الجيدة اللي ممكن نطبقها. شو أهم؟ اللعب برا كل نهار أو نساعد أهلنا بالبيت ونرتب غرفتنا؟ أكيد لازم نرتب غرفتنا ونساعد أهلنا بالبيت. في وقت للعب وفي وقت لنعمل وجباتنا التانية مثل نور. هلا أنتو خبروني، بتساعدوا أهلكم بالبيت؟ إذا لا، بدي أصحابنا توعدوني أنه من هلا وبالرايح رح تساعدوا أكتر أهلكم بالبيت. شو في غير عادات جيدة لازم نعملها؟ أول شي فينا نساعد أمنا بالطبخ، فينا نهتم بإخوتنا صغار، فينا نرسم، نغني، أو ندق موسيقى. شفنا كمان بالفيديو أنه نور لما خلصت قريت كتاب. هالعادة كتير مهمة لأنه الكتب بتعلمنا إشياء كتير مهمة. بتعرفوا كتاب جينيس؟ هيدا الكتاب بخبرنا عن بعض الأرقام القياسية بالعالم. اليوم جواب على سؤال حلقتنا من هالكتاب، منتابعه سوا. Do you know who the fastest reader in the world is? Howard Berg is considered the fastest reader in the world. He can read more than 25,000 words per minute and write more than 100 words per minute. Howard Berg هو الشخص اللي كسر رقم القياسي. رح ارجع عدلكن كتير منيح واحفظوه منيح. هاورد بيرك وقري 25,000 كلمة بدقيقة. شفتوا شو ممتع القراءة؟ بتعلمنا قصص كتير شيقة. حلقتنا لليوم انتهت، بتمنى تكونوا عم بتطبقوا هالعادات الجيدة بحياتكن اليومية. منلتقى بحلقات جديدة. باي. Play all day in the sun. I will clean my room every day. I will not read. I hate reading. Books are interesting and teach us great things. I will draw, sing, play music, and do sports. أصدقائي كيفكن؟ أنا مبسوطة أكون معكن بحصة جديدة من برنامج مدرستي.
وهيدا حصة الرياضيات ماثماتكس. أنا شمس بعلمكن هيدا المادة ومبسوطة كتير إنه كون دايماً عم علمكن دروس مفيدة رح تفيدكن بحياتكن، كرمال هيك انتبهولا وفهموها كتير منيح. وما تنسوا تجهزوا دفتركن والقلم وتكتبوا بخط حلو الأشياء اللي رح نكتبها سوا على اللوح. بالحصة السابقة كنا عم نحكي عن الأوردينال نمبرز، بحصتنا لليوم كمان رح نكون عم نحكي عن الأوردينال نمبرز ورح أعطيكن بعض الأمثلة يلي فيكن تعوزوا هودي الأرقام أو الترتيب حسب يعني المركز والمكان يلي الشيء أو الإنسان موجودين فيه. مثلاً بعطيكن أول مثال، إيدنا. تعرفوا أنه إيدنا فيها خمس أصابع، خمس أصابع. مثلاً أنا هلأ رح قلكن أنه the second finger، في عليه هون تلوين لأن أنا كنت قبل شوي عم لون طليته التلوين. which finger عليه تلوين؟ the second. ليش؟ لأنه هيدا the first الأول، the second الثاني، the third الثالث، the fourth الرابع، the fifth الخامس. في عنا خمس أصابع على كل إيد. بتعرفوا أنه كل أصبع منهم في له اسم فينا نحفظهم؟ يمكن منعرف أساميهم بالعربي بس أنا اليوم بدي أعلمكم أساميهم باللغة الإنجليزية. The first one، the first هو هيدا الأول، اسمه thumb. The thumb يعني لما نعمل very good مثلاً بنستخدمه، بنستخدمه مرات لحتى نبصم هيدا the thumb يلي هو the first finger، اسمه the thumb. The thumb. Okay. The second، تاني أصبع، the second finger اسمه the index. The index. Index مندل، منقول هنا هناك هون مندل. The index. Okay. كمان the second، لكن the second finger اسمه the index. The thumb. The index. The third finger هيدا، the third finger هو the middle، هو في الوسط، في الوسط، هو بوسط إيدي بالنص، في اثنين هون واثنين هون، هو في الوسط، مشان هيك بنسميه the middle finger. The middle finger. Middle يعني وسط. الرابع the fourth هو يلي منحط فيه الخاتم، الخاتم منسميه the ring finger. ring، ring يعني خاتم، منحط فيه الخاتم مشان هيك هو the ring finger. هيدا the fourth الرابع. the fifth الخامس اسمه pinky. هيدا كتير صغير، هيدا الخامس هو كتير كتير صغير اسمه pinky. the fifth is pinky. كررون معي. The first is the thumb. The second is the index. The third is the middle. The fourth is the ring finger. And the fifth is the pinky. وهيك منكون عرفنا أسماء the five fingers، بس عرفناهم كمان بالترتيب الصحيح. هيك منكون استخدمنا الordinal numbers. حفظوهم واكتبون عندكم وخليكم منتبهين لنروح سوا لفقرتنا اللي جاية. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. These are called ordinal numbers. Look at the rainbow it has, seven colors. The first is red, the second is orange, the third is yellow, the fourth is green, the fifth is blue, the sixth is indigo, the seventh is violet. These are called ordinal numbers. Look at the rainbow it has, seven colors, seven colors.
وهلأ رح نتابع تماريننا عن الـ Ordinal Numbers. بدي اياكم تروحوا معي لحتى نشوف بعض الصور لحتى كمان نحط الأرقام الصحيحة أو الترتيب الصحيح لكل صورة من هودي الصور. بأول صورة هون في عنا spoons. spoon يعني ملعقة. spoon يعني ملعقة. وهون في عنا عدة ألوان من السبونز. عم بيقولوا لنا بالسؤال circle the first, third, sixth, eighth. circle يعني ضع دائرة حول first الأولى, third الثالثة, sixth يعني السادسة, eighth يعني الثامنة. رح نبدأ. بدنا نحط دائرة حول the first. the first يعني الأولى. يعني يلي موجودة هون لونها أحمر رح حط دائرة حولها. the third يعني الثالثة. one, two, three. this is the third. إذا بدكم هتلا نكتب الأرقام تحتهم first, second وهيدي third. the third بدي حط دائرة من حولها هي لونها green أخضر. a green spoon. بعدين the sixth أكيد تنوصل لل sixth لازم نروح على ال fourth, fifth, sixth كمان لونها red. it's a red spoon. I should circle it. I will circle it. أضع دائرة حول الملعقة السادسة. بعدين eighth يعني رقم 8. بروح على seventh. eighth. eighth is a green spoon. كمان بحط من حولها circle. وبعدين ninth و tenth ما بنحط circles عليهم لأنه هن بس قالوا لنا the first, the third, the sixth and the eighth. وهيك بنكون خلصنا أول صورة. ننتقل على الصورة الثانية. عم بيقولوا لنا cross out يعني بدنا نحط كأنه علامة على the fifth الخامسة, the seventh, the ninth, the second and the fourth bottles. bottles يعني هن أنانة فيهم عصير. أوكي نحن بدنا نحط علامة على كل واحدة من الخامسة, السابعة, التاسعة, الثانية والرابعة. رح نمشي فيهم مع بعض. نحن بدنا نوصل لل fifth أول شيء. منقول 1, 2, 3, 4, 5 يعني هيدي هي the fifth. لازم حط عليها I cross it out يعني بعمل هيدا الشيء. cross out يعني بحط عليها علامة بهيدا الشكل. the seventh نفس الشيء يعني السابعة. بروح 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 يلي هي اليلو. this is the seventh. وبحط عليها علامة I cross it out. بعدين the ninth. إذا كنت هون seventh يعني هيدي eighth يعني هيدي ninth. بجي و I cross it out مثل ما طلبوا مني. وبعدين هلأ بدي أرجع لورا. تتذكروا the second يعني الثانية. يعني بعمل one, two. this is the second. أكيد this is the first. I cross out the second. وبعدين the fourth الرابعة. يعني هي the third وهي the fourth. I cross it out. في شي بعد لازم نعمله؟ لا لأنه هن قالوا لنا cross out the fifth, the seventh, the ninth, the second, the fourth bottle. okay. هلا تمرين هون آخر وحدة آخر مثال. What is the color of the عم بيسألونا شو هو لون تبع the third يعني الثالثة, the fourth, the fifth, the eighth, the ninth, the tenth. خلينا نشوف. What is the color of the third pair of shoes? هولي pairs of shoes يعني أحذية. وبدنا نشوف شو لونه. one, two, three. هيدي the third هوني. the third لونه red. مزبوط. هن سألونا
What is the color of the third? The third is red, لونه أحمر. What is the color of the fourth? وراها دغري. هيدا the fourth. The fourth is yellow. What is the color of the fifth? كمان الخامسة. The fifth is black. What is the color of the eighth? الثامنة. Fifth. هيدا sixth. Seventh. وهيدا eighth. The eighth is blue. What is the color of the ninth? هيدا ninth. وراها دغري. The ninth is white. What is the color of the tenth? The tenth is brown. وهيك بكون جاوبت على السؤال يلي هن سألوني إياه، شو هو لون كل من هودي الأحذية. ما سألوني عن الفيرست ولا عن السكند، كرمال هيك ما حطيت لونهم. وهيك منكون تعلمنا أكتر بعد شو هن ترتيب الأشياء وشو الرقم يلي نحن منقوله يلي قلتلكن منسميهن ordinal numbers. خليكن معنا متابعين لحتى نروح سوا على الفقرة اللي جاية. وهلأ رح نتابع سوا فقراتنا لليوم، عم نحكي عن الordinal numbers. بتعرفوا انه في كتير أمثلة من الحياة، مثل ما قلتلكن كيف قبل شوي تعلمنا أسامي الفينجرز وقلنا انه the first, the second, the third finger كل واحد عنده اسم. تعرفوا كتير منيح المثل اللي هلأ رح أعطيكم إياه، أنتوا أكيد حافظينه وتعلمتوه بس بدي أذكركم فيه. تعرفوا أنه أيام الأسبوع the days of the week are seven. إذا هلأ سألتكم which one is the أو what is the third day، the third day of the week، إذا منبلش Monday, Tuesday, Wednesday، فإذا the third day is Wednesday. يلا فكروا معي. What is the seventh day? The seventh، فكروا كتير منيح، يعني إذا منبلش ب Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday، and the seventh day is Sunday. Sunday هو the seventh day. برافو. طيب what is the fifth day of the week؟ Fifth day of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Friday is the fifth day of the week. What is the second day? Second day, Tuesday. Monday, Tuesday. مظبوط. خلينا نرجع نشوف ترتيبهم كلهم سوا مع بعض. لكن the first day، الأول، اليوم الأول بالأسبوع بيكون Monday، الاثنين. The second day، اليوم الثاني بيكون Tuesday، الثلاثاء. اليوم الثالث the third day بيكون Wednesday، Wednesday يعني الأربعاء. The fourth day، اليوم الرابع، يعني بهو Thursday، Thursday. اليوم الخامس the fifth day is Friday، الجمعة. Friday. And the sixth day، اليوم السادس، is Saturday، السبت. Saturday. The seventh day، اليوم السابع، is Sunday، الأحد. Sunday. شفتوا كيف نحن منعوز الordinal numbers بأيام الأسبوع، بأيام الشهر، منقول مثلا 15th of January، the 5th of March، the 1st of July،
منقول نحنا الordinal numbers بالأشهر، أو منقول the first year at school يعني السنة الأولى بالمدرسة، the tenth year at school يعني السنة العاشرة في المدرسة. شفتوا يعني نحنا الordinal numbers منعوزن بالأيام بالأشهر بالسنين، منعوزن على إيدينا على أصابيعنا، منعوزن على الرف إذا كان بالبيت عنا كتب منقول the first book the second book the third book the fourth the fifth the sixth the seventh، وهيك منكون عم نعمل الordinal numbers يعني عم نحط الأشياء بترتيب وبمراكز ورا بعضها، ومنقول شو هو أو شو هي المرتبة تبع كل شغلة. أو مثلا إذا كان في مسابقة دايما بيعلنوا عن الجوائز بيقولوا الرابح الثالث بعدين مثلا الثاني بعدين بيقولوا الرابح الأول the first. فإذا الordinal numbers يا أصدقائي كتير كتير مهمين، لازم نعرفهم ونفهمهم كتير منيح. خليكن متابعين معنا لحتى نتابع دراسة الordinal numbers مع أمثلة جديدة بآخر فقرة لحصتنا. In this farm we can see different kinds of animals. The first is a donkey. The second is a chicken. The third is a duck. The fourth is a cow. The fifth is a goat. The sixth is a rooster. The seventh is a rabbit. The eighth is a sheep. The ninth is a chick. And the tenth is a turtle. رح ننتقل سوا لآخر فقرة بحصتنا. رح نروح لحتى نشوف بعض الصور للآلات الموسيقية musical instruments، ورح قلكن أسماءهم وأكيد أنتوا رح تساعدوني أي وحدة هي الـ first والـ second والـ third مثل ما تعلمنا اليوم. رح قلكن أول شيء الأسامي تبعهم. هيدا بنسميه drums. drums هو بينتمي لعائلة الإيقاع، آلات الإيقاعية بنقدر نستخدمه لحتى نعمل إيقاع بالموسيقى، اسمه درمز. هيدا اسمه تشيلو. تشيلو نكتبها سيلو كأنه عم نكتب C-E-L-L-O بس منقول تشيلو، وهو بينتمي لعائلة الآلات الوترية لأنه في بقلبه أوتار ومنستعمل القوس لحتى نعزف عليه. هيدا هو الفلوت، هو آلة نفخ. ليش بينتمي لعائلة الآلات اللي مننفخ فيها؟ لأنه لازم ننفخ فيه لحتى يطلع صوت. هيدا هو الجيتار، كمان هو بينتمي لعائلة الآلات الوترية لأنه في أوتار بس ما منستخدم قوس، نستخدم أصابعنا لحتى نعزف عليه. واللي بعده هو بيانو. بيانو ممكن أنه يعتبر آلة وترية لأنه من جوا بقلبه في أوتار، وممكن أنه يعتبر آلة إيقاعية لأنه كمان جوا بقلبه إذا بتشوفوا في هيك بيكونوا الخشب عم يضربوا على الأوتار كأنه عم يعملوا إيقاع، فهو يعتبر من المجموعتين وبنستخدم أصابيعنا لحتى نعزف عليه. هيدا العود. العود هو آلة شرقية، آلة شرقية عربية كمان من عائلة الوتريات لأنه في أوتار ونستخدم ريش صغيرة وأصابيعنا لحتى نعزف عليه. هيدا اسمه ساكسوفون. ساكسوفون
رح اكتب اسمه هون لانه كبير. ساكسوفون بينتمي لعائلة النحاسيات brass instruments لانه هو مصنوع من النحاس. كمان فينا نحطه بآلات النفخ لانه لازم ننفخ فيه، ولكن هو بينتمي للبراس فاميلي اللي هن مصنوعين من نحاس. بعدين عنا الفيولين، آلة الكمان فيولين، كمان هو من عائلة الوتريات لانه بنستخدم كمان القوس على الاوتار لحتى نطلع الصوت. بعدين عنا زايلوفون، زايلوفون هو آلة إيقاعية نستخدم مثل عصايتين هيك صغار بنسميهم مالتس لحتى نعزف عليه، وهيدا اسمه أكورديون. أكورديون أكورديون، هيدا الأكورديون بيشبه البيانو شوي بس بقلبه فيه هواء هو اللي بيساعد إنه الصوت حتى يطلع. منصير نسكره ونفتحه بهيدا الطريقة. هلأ خبروني أنتو، What is the third instrument؟ تالت آلة شفناها هون حذرته. What is the third instrument؟ يعني تالت. 1, 2, 3 The third is flute. يلي منكن جاوبوا flute يعني حذروا الجواب الصحيح. What is the seventh instrument؟ طلعوا منيح. The seventh instrument هو saxophone. مزبوط. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh. صح. What is the tenth instrument؟ العاشر. The tenth. Accordion. مزبوط. Accordion. What is the ninth instrument؟ The ninth. عرفتوا جواب؟ مزبوط. Xylophone. انتو كتير شاطرين. What is the second instrument؟ The cello. صحيح. And the first؟ Drums. Excellent. What is the fifth instrument؟ عرفتو؟ Piano. مزبوط. What is the sixth instrument؟ عود. العود. مزبوط. هيك صرتوا تعرفوا اسامي الانسترومنتس، وكمان صرتوا تعرفوا اذا سالتكم الاوردينال نمبرز رح تعرفوا تقولوا لي كل رقم اي اله موجوده فيه. انتم كثير تلاميذ شاطرين، وبعرف انه بتحبوا تكونوا مجتهدين وعم تركزوا على كل شيء عم نتعلمه. هلا صار الوقت حتى تنتهي حصتنا لليوم، بس قبل ما ننهي هيدا الوقت مع بعض حب اذكركم انه نحن بنحب كثير نسمع منكم، بنحب يعني انتم تتواصلوا معنا وتشاركونا بكل شيء انتم عم تكتبوه وعم تعملوه يلي هو متعلق بمدرستي. فيكن تبعتوه على العنوان اللي عم تشوفوه قدامكن على الشاشة يلي هو صفحة الفيسبوك www.facebook.com، وبتفوتوا على صفحة اللي اسمها مدرستي سات 7 كيدز. مدرستي سات 7 كيدز مثل ما عم بتشوفوه قدامكن. وهلأ يا أصدقائي بدي ودعكن، بدي قلكن دايما دايما رجعوا للكتب تبعكم، للدفتر اللي عم تكتبوا عليه، وحتى الدفاتر السابقة حتى تكرروا الأشياء اللي تعلمناها وهيك ما بتنسوها أبدا. وهلأ رح ودعكم وبرجع بلتقي فيكم بحصة جديدة. باي. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. These are called ordinal numbers. Look at the rainbow it has. Seven colors. The first is red, the second is orange, the third is yellow, the fourth is green, the fifth is blue, the sixth is indigo, the seventh is violet. These are called ordinal numbers. Look at the rainbow it has. Seven colors, seven colors. Mm-hmm.
مرحبا، أنا بعدني مكفية معكم بحلقة جديدة من I Can Draw. بحلقتنا لليوم نحن بحاجة لقلم رصاص، ورقة بيضة، وقلم فترة أحمر وأسود. من كم يوم كنت عم غسل خضرة كنت سبق وقطفتها من الجنينة. فجأة شفت على المجلة حشرة صغيرة كتير حلوة عم تتمشى. إجا ابني وشافها، سألني مامي شو هيدي؟ قلت له هيدي الكوكسينيل. بعد وقت قال لي ماما فيك تساعديني حتى نرسم الكوكسينيل؟ رحت معه على غرفته، حضرنا ورقة وقلم وبلشنا نرسم الكوكسينيل. تنرسم الكوكسينيل نحن بحاجة نعمل دائرة، والدائرة تنعملها منا أبدا بحاجة لبكار. نعمل دائرة ولو كانت منا كتير خطوطنا جالسة، منجرب قد ما فينا منشد على القلم تتخلص الدائرة تبعيتنا. هيدي أول دائرة للكوكسينيل اللي بالعربي اسمها الدعسوقة، بس نحنا أكتر الأوقات منسميها كوكسينيل. بخط رصاص صغير بعدين منعلمه بقلم فاتر أسود، رح أقسم الدائرة لنصين، مرق الخط بالنص، أعمل نصف دائرة صغيرة للرأس وطلع منها الأنتنات. وبجسم الكوكسينيل رح أعمل دوائر صغيرة. فيني أعمل كمان نصف دائرة. هلأ بقلم الفاتر الأسود رح بلش لون. بلون بالأول رأس الكوكسينيل. بدي انتبه كتير منيح على خطوطي، بجرب أعمل الحدود بالأول. أنا هلأ عم علم الأنتان اللي هن بخلوها تتحسس وين تروح للحشرة. رح أرجع على الخط اللي بالوسط علمه بالفاتر الأسود، والدوائر رح لونهم باللون الأسود. انتو اشتغلوا كتير على مهلكن حتى رسمتكن تكون حلوة. هلأ رح انتقل للون الأحمر لحتى لون جسمها للكوكسينيل. بعمل بالأول الحدود تبع الحشرة حتى ما أجرب أطلع لبرا كتير، وبنتبه على الدوائر السوداء اللي سبق ولونتها. بجرب قد ما في ما أترك كتير فراغات بيضة. انتو فيكن تاخدوا كتير وقتكن انتو عم تشتغلوا. هيدا اول قسم من الكوكسينيل رح ينتهي. رح انتقل للقسم الثاني. انتم ملاحظين معي انه ناقصها شي الكوكسينيل بعد؟ ناقصين اجريها، رح ارسمها انا وياكم حتى ما انسى. من كل طرف عندها تقريبا 3 اجرين صغار سود. وهلا بتبع تلوينه. رح علم شوي الفراغات البيضة برواق. بدي منكن ترسموا انتو كوكسينيل وتبعتوا لي اياها على العناوين اللي عم تظهر على اسفل الشاشة. انا صار عندي مجموعة، سبق ورسمت وحدة بالبيت وهيدي وحدة تانية. لقيكن بحلقة جديدة، باي. Good day, my friends. How are you today? كيفكن اليوم؟
Are you ready? اليوم بدنا نتعلم بعض أكثر عن الجهاز التنفسي وبدنا نعمل مراجعة للجهاز الهضمي. بس اطلعوا شو في بإيدي، معي سيجارة. هل التدخين مفيد للرواية تبعنا؟ أكيد لا. شو بيعمل التدخين بالرواية؟ تعرفوا شو بيعمل؟ بيتعبوا الرواية وبيصيروا يسودوا أكتر وأكتر وبيبطلوا يفوتوا أكسجين مثل ما لازم، وبيصير جسمنا كله يحصل على أكسجين أقل، وبتصير صحتنا تتدهور أكتر وأكتر. كرمال هيك ما لازم ندخن، لأنه الدخان مش مفيد. خليكم معنا اليوم لحتى نرجع نتذكر بعض الأشياء اللي تعلمناها عن الأورغنز يلي هن موجودين بالجهاز التنفسي وبالجهاز الهضمي. خليكم معنا نسمع هلا الأغنية كتير حلوة وأنا برجع لكم بعد شوي. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. It breaks down food to give you nutrition. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. It starts first in your mouth. You chew, chew, chew all the food, food, food. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. It passes through your esophagus. Swallow, swallow, swallow. Squeeze it all in the esophagus. Then it lands into your stomach. Swish, swish, swish. Journey, journey, journey down your stomach. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. Then it passes through your intestines. Squeeze, squeeze, squeeze. It's really, really long. Squeeze, squeeze, squeeze. It is digestion, 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 digestion. أصدقائي، انهيل، اكسهيل. حطوا ايدكم مثلي وجربوا تنفسوا معي. انهيل، اكسهيل. شو صار لما عبيت هواء؟ لما فوت الهواء الاكسجين على جسمي صرت مثل البالون، تعبى صدري بالهواء، ولما طلعتهم من الهواء رجع مثل هيدا البالون فضي. كرمال هيك لما نتنفس منحس انه علي صدرنا. تعالوا نشوف زياد صديقنا ونرجع نتذكر اهم اعضاء بالريسبيراتوري سيستم. نحن قلنا اول ما ناخذ نفس منين بفوت الهواء؟ In my nose. I inhale through my nose. فاذا فات الهواء بمنخاره لزياد، او ممكن يفوت بتمه. فات الهواء لتحت لوين وصل؟ على الويند بايب. شو اللي بيوصل الهواء من النوز على اللونجز؟ ثرو ذا ويند بايب، موجود هون وبيوصل على الرايت والليفت لونج. فاذا انهيل ثرو ذا نوز، بفوت الهواء على الويند بايب and it goes to the left and the right lung. This is the left lung. هيدا الهارت رح حطه على جنب. And this is the right lung. رح شيلهم حتى نشوفهم مزبوط. فإذا I inhale. The air, the oxygen goes through my nose into the windpipe. وبعدين بيوصل to my lungs. The right lung and the left lung. تعالوا نكتب the parts of the respiratory system على البورد هونيك. تعالوا نشوف شو عنا. عندي أنا على البورد the respiratory system. أول شيء شو لازم نكتب؟ أول شيء عندي الأنف. بحط هون
the nose الأنف وبيرجع عندي وين بيفوت الهواء من بعد النوز through the windpipe فإذن the windpipe يلي بيوصل النوز باللونجز بيرجع عندي the lungs this is the right lung وعندي على تاني ميلة the left lung وبتتذكروا ليه مهم نتنفس؟ لأنه كل عضو بجسمنا بحاجة لأكسجين مثل ما عملنا رولر كوستر تعالوا نتذكر مع بعض the respiratory system كان عندنا نحن four organs عندنا the lungs عندنا the heart the brain and the large intestine رح اكتبهم هون the lungs عندي the heart عندي the brain وهون the large intestine كل عضو من هود الأعضاء لشو بحاجة؟ بحاجة لحتى ياخد أكسجين وبيطلع من عنده the dirty air يعني الهواء الوسخ حملنا من اللونجز اجوا الكارز اخذوا اكسجين وراحوا على الاورجنز حتى يعطوهم اكسجين اول شيء عندنا كان ذا هارت عطوا ذا هارت اكسجين فوتنا اكسجين وشو طلعنا من الهارت ديرتي اير يلي هو ما فيه اكسجين حملت السيارة ديرت اير وكملت بس بعد عنا سيارات فيهم اكسجين مرقنا على البرين وكمان عطيناه اكسجين فوتنا اكسجين طلعنا ديرت اير وكملنا طريقنا اخذنا ديرت اير بالسيارة وكملنا في بعد هيدي السيارة عندها أكسجين كمان عطيت the large intestine وطلعنا بال dirty air هلأ لوين بيروحوا كل السيارات لحتى يرجعوا ياخدوا أكسجين يرجع على اللونج تجي بتكمل طريقة وترجع على اللونج تترجع تحمل الأكسجين وتوزع على البادي أورجنز أكسجين وبتطلع لبرا أكيد the dirty air تعوا آخر مرة نكتب على اللوح كيف الهواء بفوت أول شيء through our nose رح أكتب the nose من بعدها وين بفوت through the windpipe من بعدها على lungs فإذا ناخد أكسجين على الويند بايب على lungs وشو شغلة الجهاز التنفسي ليه مهم؟ لأنه بفوت لنا أكسجين على جسمنا مثل ما قلنا بالحلقة الماضية كمان هلأ خلونا نرجع نحضر فيديو مع بعض وأنا برجع لكم بعد شوي The respiratory system. Breathing is necessary for life. Why? Your body needs oxygen. The respiratory system brings fresh air filled with oxygen through your nose and mouth down your windpipe and into your lungs. The lungs
let the fresh air into your body and collect the used up air and push it out of your body when you breathe out. Smoking is unhealthy. It can damage your lungs and it causes many diseases. هلا أصدقائي بدنا نعمل مراجعة مع بعض على the respiratory system and the digestive system. أول شيء ليه مهم the digestive system؟ لأنه من خلاله منهضم الأكل. الأكل يلي بيفوت على جسمنا، الأكل الصحي، بيساعدنا حتى ننمى. كيف بتكون الطريقة؟ أول شيء إذا معي أنا تفاحة وأكلت، شو بيصير بتمي؟ I break the food into small pieces. بقسم الأكل بقطعه لحد ما يصير شقف صغيرة small pieces. مين بيساعدني بقلب تمي؟ The saliva, my teeth. من بعدها I swallow مثل ما هلأ أنا بلعت. بيفوتوا الأكل وبينزلوا على esophagus. بينزلوا وبيوصلوا على المعدة the stomach. شو بيصير بالستومك؟ احنا قلنا انه في بقلب الستومك جوسز مثل الجوس اللي بنشربه بس اكيد غير نوع، بيساعدوا على هضم الاكل. بتصير عمليه الهضم هونيك، من بعدها بيكملوا على سمول انتستين. بالسمول انتستين ببلش جسمنا يمتص the nutrients، المغذيات اللي نحن بحاجه لهم، وبتكمل كمان عمليه الهضم لحد ما يوصلوا على اللارج انتستين. شو بنعمل باللارج انتستين؟ كل الوسخ اللي ما بدنا اياه بيروح على اللارج انتستين. هلا عندنا ذا ريسبيراتوري سيستم. انا ليه بتنفس؟ انهيل اكسهيل. ليه بتنفس؟ لانه ماي اورجنز يعني اعضائي بحاجه للاكسجين، وانا لما اتنفس بفوت اكسجين، بفوت بوزع لاعضائي اكسجين وبطلع ذا ديرتي اير. من شو مؤلف ذا ريسبيراتوري سيستم؟ The nose, the windpipe, and the lungs. فإذا nose, windpipe, and lungs. تعالوا نشوف الأورجنز اللي حكينا عنهم إذا موجودين هون. عندي أهم شيء البرين، عندي the heart. وين اللونجز؟ I have the lungs, the respiratory system. عندي فوق اللونجز هون بيجي the windpipe and the nose. تعالوا نشوف هلأ the digestive system. عندي the mouth، بيفوت الأكل، بينزل through the esophagus، مش مبين هون بس بيرجع بيوصل على شو هيدي the stomach. من بعد the stomach بيوصل على small intestine، من بعدها على large intestine. شفتون؟ عندي organs تانيين مثل الكيدنيز، ليفر، بلادر. في عندي السكن، the heart، the brain. رح ندرس عنهم كلهم بعدين. أهم شيء ما تنسوا the two systems، the respiratory system and the digestive system. بما أنه كنا عم نحكي عن الأكل، شو رأيكم نقرأ قصة كتير مهضومة اسمها the shopping list؟ فإذن the title of the story is the shopping list. One day Mike went to his dad's store with a list. بأحد الأيام راح مايك لعند بيو ومعه list. Dad was always glad to see Mike. Hi there Mike, said Dad with a grin. Hi, said Mike. Mom sent me to get some things. شو صار؟ بعتته أمه تحت يجيب بعض الأشياء. Mike checked his list. Let's see, he said. Mom wants me to get jam and rice. She needs 5 ripe plums too. فإذا بدها jam, rice, 5 ripe plums.
Dad got the rice, the jam, and the 5 ripe plums. Thanks a lot, said Mike. Mike packed them in a big bag. There was something else I had to get. في شيء بعد بس يجيبه. Said Mike. What is it? Asked Dad. I didn't write it down. أنا ما كتبته على الليست. Said Mike. I can't remember now. ما عم بقدر أتذكر. I can help you. أنا في ساعدك. Said Dad. Did Mom ask for fresh fish? معقول سألتك عن سمك؟ بلش يساعده تيتذكر شو الشغلة يلي نساها. No, it was not fish. قالوا لا مش سمك. Said Mike. Well, did Mom want you to get some grapes? Asked Dad. معقول يكون بدها grapes? No, she didn't ask for grapes. Said Mike. Is it punch? Is it milk? Is it something to drink? Asked Dad. No, it was not something to drink. Said Mike. مش شي بينشرب. شو معقول يكون هيدا الشيء؟ فكروا معي. It's not grapes. It's not fresh fish. It's not milk. It's not punch. خلينا نشوف. Just then, Miss Lynn came in. What's going on? She asked. Mike can't remember what he came to get, said Dad. فاتت وسألت Miss Lynn شو عم بيصير؟ قال بيو لمايك إنه ما عم يقدر يتذكر مايك شو بده. Maybe I can help. شو قالت؟ بدها تساعده. قالت له يمكن أنا فيي ساعده. Said Miss Lynn. Does it come in a big box? هل بتجي ببوكس كبيرة؟ Does it come in a small sack? Asked Dad. طيب معقول تجي بكيس صغير أو ببوكس كبيرة؟ بعدون عم بيفكروا. Does it come in tin cans or glass jars? جار يلي هو المرتمان من إزاز وكانز يلي هني مثل شوفوا بالصورة. This is a can المعلبات. Does it come in tin cans or glass jars? بشو بتجي؟ عم يجربوا يحذروا. Asked Miss Lynn. But Mike still could not remember. بعده مايك ما عم يتذكر. Then Fran and Ann Gomez came in. اجوا اثنين اسمهم Fran and Ann Gomez. Soon they were trying to help too. كمان بلشوا يجربوا يساعدوا. What color is it? عم بجربوا يحذروا اللون. قالوا له أي لون؟ Asked Fran. Is it red, blue, white or black? أي لون؟ Asked Ann. Then Miss Lynn jumped in. Is it carrots? هل هي جزر؟ Muffins or bread? No, no, and no, said Mike. بعد ما حزروا شو؟ Then together, Fran, Ann, Dad, and Miss Lynn spoke. Is it this or that? Is it that or this? Do you cut it? Do you chop it? عم يسألوا بتقصوا للأكلة أو بتقطعوا قطع صغيرة؟ عم يسألوا لجرب يتذكر. هو ما عم يتذكر. I know, said Miss Lynn. You were sent to get dog food. قامت حزرت Miss Lynn قالت له أنت بعتتك أمك تجيب أكل للكلب. قال له مايك Who needs that? مين بحاجة لأكل الكلاب؟ We do not have a dog. ما عندهم كلب هن أصلا. Dad looked in every row. بلش يطلع داد بكل محل بقلب الستور. Miss Lynn looked on every shelf. Miss Lynn looked on every shelf. صارت تطلع بكل shelf. Fran looked up and down. Ann looked down and up. After they had looked everywhere, Miss Lynn said, I give up. استسلمت. And we give up too, said Ann and Fran. استسلموا. شو معقول يكون هيدا الشيء يلي نساه مايك؟ يلي طلبته أمه يجيبه ونساه. حزرته شو؟ تعالوا نشوف. Think مايك think.
said Dad. What were you sent to get? قال له فكر فكر. Mike said, let me think. خليني فكر. Mike looked at the messy store. Then Mike looked at Dad. A wide smile filled Mike's face. طلع ببيو وضحك. شو قولكن؟ شو ناسي مايك؟ Mom wanted me to get, he said. What is it? Yelled Miss Lynn. Tell us, yelled Fran and Ann. صاروا يصرخوا إلنا. صاروا ساعة بيجربوا يدوروا وما عم يعرفوا شو اللي ناسي مايك. مايك smiled and said, ضحك وقال, Mom asked me to get you, Dad. It's time for supper. شو طلع ناسي مايك؟ نسي يقول لبيو إنه أمه بعتته تعيط لبيو، جاب له الأكل ونسي يقول لبيو يجي لأنه حان الوقت حتى ياكله. حبيتوا القصة؟ هيدي القصة فيها كتير مأكولات مثل فريش فيش، كاروتس، رايس، فيها كتير فيجيتابلز، فيها كتير فروتس. هودي كلهم حكينا عنهم بحلقتنا لأنه مهمين مفيدين للصحة، مش مثل الكوك، مش مثل المشروبات الغازية، مش مثل الأكل يلي بضر يلي ممكن ناكله برا بالسوق منقله جانك فود. انتبهوا أصدقائي، نحن مسؤولين عن جسمنا، نحن لازم ننتبه شو مناكل لحتى نحافظ على جسمنا، وننتبه إنه ما ندخن أو نتنشأ شيء مش منيح ممكن يضر كمان جهاز التنفسي تبعنا. بتمنى منكم ترجعوا تعملوا مراجعة كل شيء درسناه، أيدوا عندكم على الدفتر The organs of the digestive system and the organs of the respiratory system. وتذكروا دايما لما تاكلوا شو المراحل يلي بتمرق فيها كل كاتشة منكلها لحد ما توصل على large intestine. وتذكروا كل ما تتنفسوا ليه مهم نتنفس وليش مهم انه نعمل exercise تنفوت oxygen اكتر. انا هلأ بدي ودعكم، بدي اشوفكم بالحلقة المقبلة. اعملوا مراجعة على كل شي درسناه وما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/ فإذا برجع بعيد www.facebook.com/ مدرستي 67 kids. أنا بشوفكم بالحلقة المقبلة، باي. The respiratory system. Breathing is necessary for life. Why? Your body needs oxygen. The respiratory system brings fresh air filled with oxygen through your nose and mouth, down your windpipe, and into your lungs. The lungs let the fresh air into your body and collect the used up air and push it out of your body when you breathe out. Smoking is unhealthy. It can damage your lungs and it causes many diseases.